بيجري وكله بيسابق، واي حد بيلاقي اي حاجه بيروح ينتشها من حالك. ايام سودة ترابينا فيها غصب. يا بنت انت صعبانه عليا، انت لسه عود اخضر بدري قوي على قطفه، بس مش روحك في الطل كده، هتتبالي وتنشفي وتتهرسي تحت الرجلين. اساليني انا، الدنيا دي يا اختي ياما خدت مني رقايق لحد ما نحلت وبر. اسمعي مني، شوفي لك شغلانه كلي منها عيش بدل المرمطه دي. يا اختي لا في عيش ولا في شغلانه، كله ماشي بالغصب. ايه مالكيش اهل؟ اب عم خال اي حد يلمك بدل بعطرت الشوارع دي. وصدقيني يا اختي اخرتها جلد على العظم ورحانتنا للمنت الشوارع مع الشاشه في جتتك. الاهل سطره برضو. انا زرع شيطان يا اختي، بذره اترمت في ارض بور، لا عرف لي اب ولا شفت لي ام. كل اللي افتكره ان انا كنت في ملجا، والعيال قالوا لي نطي من على السور. دي حتى الولية اللي كانت بتاكلنا كانت بتزقني وبتقول لي المركب اللي تودي. المهم اني نطيت، لقيت خلوصي في خلقتي، مسكت في ديله واستخبيت وراه. وخلوصي بقى ده يا بت هو اللي مسرحك ومودكك عالكار؟ وانا يا اختي ما انا عارفه هو ولا الهدنه ولا النومه. والله ما انا عارفه، كله محصل بعضه. احنا زي الشوارع اترمينا فيها يا عم ايوب، لا لينا ابواب ولا شبابيك، مفتحين من كل حته ومكشوفين للي رايح واللي جاي. يعني ولا هي تنفع ليها ستره ولا انفع ليها غطا. رايح نفسك انت بقى. دي بنت غلبانه واربع حيطان يرادوها. ده انا ياما عم ايوب قلت له الكلام ده، بس هو بقى بيقوح ويعفر على الفاضي. فلانك خدوها سيره بقى. يعني انت قلبك ما بكرتش عليها وكلاب السكك راح جايه تشمشم فيها؟ يا لهوي يا عم ايوب، ده بيبقى قلبه وعقله هيشتوا منه. انت هتنصبوا لي محكمه وتطروا لي حجرين؟ هي عارفه ان سكتنا ما فيهاش جواز وراضيه، وادينا بنفك نفسينا ببعضينا وبنسترزى من شمامين الليل. بقول لكم ايه، انا سايبكم ماشي. تشغلش بالك بالشويتين دول، ده هو كده بياكد ان هو غويها. عمر عمر ما تتخديش، مفيش حاجه. ايه مفيش اي حاجه؟ هو لسه ما فاقش؟ الدكتور بيقول انه لسه قدامه شويه على بال ما يفوق. ما تقعدوا في الاستراحه احسن من القعده دي. استراحه ايه بس؟ استراحه ايه؟ احنا مش هنمشي هنا غير لما نطمن على اخويا. ما الدكتور طمني وقال ان الخطر زال الحمد لله. ولو يا اختي انا مش هرتاح لما اطمن عليه ويصحى ويتكلم. يا عمر الله، هو عمو حافظ راح فين؟ الراجل الطويل اللي كان معاكم؟ اه هو. ما تعرفيش راح فين؟ هو في الاستراحه من امبارح ومبطلش عياط وحالته وحشه قوي. انا هروح له يا دينا. يا حبيبي عمر رد علي، رد على اختي. يا اختي ايه دي؟ يا ربي يا رب احضر اسمي يا ربي للعافيك. سحبتي الحمد لله، ده بقى كويس الحمد لله. ايه رايك تهدي وتغسلي وشك تريحي اعصابك شويه؟ اغسل وشي ايه بس؟ اغسل وشي احنا في المصيبه السوداء دي. قولي لي الظابط ما قالش مين اللي عمل فيه كده؟ لا هما لسه بيحققوا في الموضوع. ربنا ينتقم منهم، ربنا يحرقهم بجاز وسخ، ربنا يتشك بانهم يقطع ايديهم. يا رب مش عارفه ايه اللي بيحصل. وانتي مين؟ انا لامار، اسمي لامار، والحادثه حصلت قدام المحل بتاعي علشان كده انا هنا. وانتي الحادثه حصلت قدام محلك انتي واسمك لامار وشكلك عامل كده؟ لا هروح اغسل وش عشان افهم ايه اللي حصل. قمر دي المصيبة السودة، دي المصيبة السودة. انت تاني؟ كانك بتبكي على حالك يا اخ حافظ.
يا رجال اترك النواح للحريم، شد عودك. يمكن الواحد ما صدق في لاحق يفك بها عن روحها. شي خلفان هذا نهمر بالنسبه لي، مش ابن اخويا بس اخر نفس الضحكه اللي طلعتي بيها من بوق الدنيا هو اللي مهون عليها. ودي مصبرني على راح مني. طمن يا عمو ان شاء الله يبقى كويس وزي الفل يا رب. انتي اخته يا عروسه؟ ايوه. حضرتك تبقى مين؟ ده مين ايه؟ ده الشيخ عرفان. الشيخ عرفان؟ الشيخ عرفان مين؟ انا يا بنتي والد اختك لمار. انا اختي اسمها كتفينا. جاي لك بقى ده لمار. لمار اختك. هي اللي جوه دي اسمها لمار؟ يا جماعه خير طمنوني، انا اول ما قالوا لي جيت على طول. طمنوني على اخويا وصديق عمري الدكتور عمر. ازيك يا انسه سم؟ كويسه كويسه. ما تاخدش الطمن بنفسك. اتفضل اتفضل اتفضلوا اتفضلوا. يعني الدكتور عوني يطلع احسن مننا ويروح يزور عمر واحنا نيجي نقعد هنا؟ لا، ما احنا طبعا هنروح نزوره ونطمن عليه، بس انا اصلي حسيت اني محتاجه اتكلم معاكي قوي النهارده. ودينا جينا. اتفضل. ما تتكلم. صفوه يعني لو هتبداها بيعني ولو، يبقى اكيد هتقول حاجه تزعلني. بصراحة مش عارف اللي هقوله ده هيزعلك ولا لا. في ايه يا غازي؟ ما تتكلم على طول. صفو، احنا كنا متفقين اني اجي اقابل قرايبك قريب. بتقول كنا؟ ليه انت غيرت رأيك؟ لا، وانا اقدر اغير رأيي، انما بس يعني في ظروف كده جدت. ظروف ايه؟ غازي من فضلك ما تخبيش عني اي حاجة، انا مش حمي المفاجآت. تتكلم. في ايه؟ واحد من زمايلي شرع عليا احط مبلغ كده في البورصه اهو احسن بيه وضعي. مش فاهم ايه علاقه البورصه بينا؟ بعد اول مكسب طمعت حطيت تحويشه العمر. وبعدين راحت، خسرت، مش عارف اعمل ايه. ما تعملش حاجه يا دكتور، تقدر تروح تشوف شغلك دلوقتي، مش هيبقى انا وانت بعيد. حسبي الله ونعم الوكيل. والله عندك حق يا دكتور عمر، فعلا ما ينفعش انا وانت نبقى بعيد عن المستشفى. بس انا برضو كان لازم اجي اطمن عليك، يعني انت عارف غلاوتك بالنسبه لي. لا، ان كان على غلاوتي انا عارفها كويس قوي. اطمن انت بس يا دكتور. حسبي الله ونعم الوكيل. وما عرفتش مين اللي ضربك يا دكتور عمر؟ ما عرفتش لسه يا دكتور، بس مسير اعرفه. ما انت عارفني، خيالي جامح. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. حسبنا الله ونعم الوكيل. ربنا يحرق قلوبهم زي ما وقعين قلوبنا. عم حافظ، مش المفروض دكتور عمر يرتاح شويه ولا ايه؟ ايوه صح. تعالى يا دكتور، تعالى اتفضلوا. اصل الدكتور لما جاله الدكتور كشف عليه لقى تعبان، قال له ما ينفعش تشوف اي طيب حاجه. طيب اطمن عليه واطمن عليه ونمشي. يا راجل تطمن. اطمن. احنا اصلا جايين نعمل الواجب وهنمشي. واديكم عملتوا الواجب وزياده، متشكرين جدا. ده الواجب بزياده قوي. مع السلامه. مع السلامه. ربنا يطمن عليك ان شاء الله. الله يخليك الله يخليك. ما بدري. يا الله يكرمك. بدري بجد والله. مركب الوادي. انا مش عارفه ايه الناس اللي ما عندهاش دم دي. حسبي الله. عم حافظ شوف سامع فين بسرعه. لا اطمن. سامع ما رضيتش حتى تسلم عليه وراحت عامله كده. كده. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. قلت لك ما تجيش يا باشا، ده صنف الامرود هيتمرع اكتر. ما كانش ينفع نعمل له قيمه ولا حساب اصلا. سيبه